ثانيه كترجع من جديد لصالح غنتابعو لصالح الوداد. لمسن لمسن كيف الكره داخل داخل العمليه فرصه لصالح الوداد. هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء لصالح الوداد. محسن ياجور، محسن ياجور يفتتح التسجيل بعد كرة كانت مرتدة سريعة وبالتالي أعطت هدف الهدف الأول. سنتابع الإعادة. لمسن تمكن من قطع الكرة وتمريرة جميلة كانت انتبهوا لهذا هنا كارتكاك جيد للكرة وتمريرة داخل منطقة العمليات ومحسن ياجور، محسن ياجور يسجل الهدف الأول في اللقاء ولصالح الوداد. كرة كانت من تسديدة قوية داخل منطقة العمليات. هدف مقابل لا شيء. ارتصاص الكرة الثابتة. أول بقالي كيرفع كرة داخل منطقة العمليات. وماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ الحكم المساعد الثاني يعلن عن التسلل. الحكم المساعد الثاني يعلن عن التسلل بعدما انتظر قرار حكم الوسط. اذا سنتابع هنا بطاقة صفراء. جمال السلام يقول للحكم المساعد الاول لم يعلن التسلل. بالفعل تأخر عن الاعلان عن التسلل لكن في الاخير سنتابع الاعادة. اذا هناك نقول هنا الإعادة. لنظن أن هناك إعادة واضحة لكلب الحواسي كيمرر عند سكوما. حواسي كيبحث عن التسديد كيسديد. الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الوداد. عنيد اللاعب الحواصي، عنيد اللاعب الحواصي. أراد التسجيل، أراد التسجيل بإرادة فكان له ما أراد وسجل الهدف الثاني لصالح الوداد. الهدف الثاني لصالح الوداد في الدقيقة 85 من عمر المقابلة. لاحظوا إذا يونس الحواصي يسجل الهدف الثاني الأول له في البطولة رفقة الوداد. بدا لم يتمكن من الكرة وهواصي.